ورجعنا مشاهدينا مع فقرة رياضية بحتة مع نيلي عطار من الجبال والماراثون الى استوديو سيدتي. اهلا وسهلا. فيك يا نيلي. ثانك يو فور هافينج مي. الحمد لله. اهلا وسهلا. تمام ان شاء الله ما كانت متعبة الجاية للاستوديو؟ بس شوي شوي بس شوي بس الطلعة. طب نيلي انت رياضية بالصميم يعني نمبر 1، حاسه حالك تحبي الاسبور الى اقصى الحدود؟ يعني قالوا لنا انت مره رياضيه وتحبي مره الاسبور الى اقصى حد. يس رياضه حياتي. رياضه يعني بس يعني كل نهاري برمجه على الرياضه. طيب نعرف منك متى بدا حبك للرياضه ومتى بدات تصير رياضيه رياضيه؟ يعني از بروفيشنال كمحترفه رياضيه يعني حين أوكي. نقول هلا بشكل عام من ما كنت صغيره كثير كنت احب الحركه والنشاط، يعني كنت العب باسكت بالمدرسه. حلو. كنت اروح هايكينج مع بابا كل فرايدي كل جمعه هون بالسعوديه. وما رحت على الجامعه بلشت عن جد فوت برياضه. كنت امشي كل محل، ما كنت عوز السياره ولا كنت عوز تاكسي، كنت امشي مسافات مينيمم 5 أو 6 كيلو بالنهار. هنا في الرياض؟ لا هاي ببيروت. ايوه مع الحر لان اكيد. لا بس هلا بنركض هون اكشلي. بس الصيف كمان؟ بتعود جسمك. صحيح اللي يتعود على الرياضه والمشي انه خلاص يعني لازم يكون جزء من يومه انه يجري او يمشي وزي كذا، فما راح تفرق الجو ترى العبير يعني اذا كان الجو حار ولا بارد. يعني اذا بتشربي مويه كثير اكيد يعني حيكون حيساعدك هذا انه انك ما تدوخي ترى، فلا تخاف يعني. صح. هي بس عشانها كسلانه عبير. أيوه. ما تحب الرياضه فعشان كذا تحط اي حاجه. يعني لما قالوا معنا عصب رياضيه اليوم وكذا والله انا فرحانه فيك ومبسوطه لانه انا احب امشي بس حر لما يكون الجو حر لما يكون يعني في اشياء ما تساعد صراحه اقول لك لا يعني انا امشي في بيروت. هلا شوفي if there's a will there's a way. اكيد اذا انت حاطه ببالك شيء فيك توصلي له. الاراده تحتاج لها طريق يعني بالضبط. طب اوكي انت دحين بتمارس الرياضه من متى؟ قلتي من زمان من انت صغيره يعني. من انا كنت صغيره وانا اختصاصي علم نفس. يعني انا كنت عم بدرس الوقت الفراغ بلشت فوت بالرياضه. سو بلبنان كنت امشي كثير، بعدين ما نقلت على انجلترا لاعمل الماسترز عزت بسكلت. كنت اعوز البسكلت لكل محل واكشلي كم مره اعطوني تيكتس لان كنت اروح اكس السير مثل اللبنانيين بالضبط. لانه في بريطانيا اللي معاه بسكليته ترى بيسوقها زي السيارات يعني في قوانين لازم توقف في الاشاره تمشي في المسار الصح تلبس الخوذه فيعني اكزاكتلي. وقتها بلشت روح على النادي وبلش الشغف عندي للرياضه. ومن وقتها لهلا يمكن ما قطعت الرياضه اكثر من اسبوع. كيف يعني اكثر؟ يعني ما عمرك تركت الرياضه؟ سبع سنين. وما كنت عمري فكرت انه رح اركض ماراثونز واعمل جبال، يعني كنت امشي. هلا بركض 42 كيلو اي فيل فاين. ايش اخر ماراثون اشتركتي فيه؟ من 10 ايام برلين. برلين؟ ايه. طيب وفزتي ولا؟ وصلت لي مراكز على الاقل كذا فزت بين حالي بينك وبين طبعا بيني وبين حالي تخطي نفسك يعني. كم متر كان الماراثون ده؟ 42 كيلو فاصل 91.95 مشي؟ مترز ركض كله ما مشيت ولا نقطة كله ركض ما بتجري. ايوه جري هتشوفي. طيب احنا نبغى نعرف يعني انت الان هنا في الرياض بتدي دورات بتعلمي الرقص او الزومبا كلاسز او ايش اللي بتديه بالضبط هنا؟ هلا انا بلشت بصفوف الرقص الدانس فتنس. يعني نص رقص نص رياضه. وبعدين كملت وصرت كروس فيت ترينر وصرت بيرسونال ترينر سبيننج انستراكتور وكمان نايكي ماستر ترينر. طب بيرسونال ترينر في ايه بالضبط نيلي؟ بيرسونال ترينر يعني في ايش؟ يعني مدربه خاصه في ايش بالضبط؟ يعني بس تدربي رياضه تلوز ويت ولا في الرقص؟ لا يعني بشتغل مع الكلاينتس بشكل عام بشتغل مع الكلاينتس و I create a customized program. سو اذا انت بدك تركضي 5 كيلو بساعدك كيف تعملي برنامج لتوصلي لهال 5 كيلو. اذا بدك انت تبني عضل نعمل بروجرام لانه تبني عضل فور اكزامبل. سو ايش كان الاقبال عليها هنا في الرياض نيلي كمان؟ والله فظيع والله كثير بنات انا هون بيرسونال ترينينج ترينر يعني. انا موجوده هون لان الاقبال كان فظيع. حلو. يعني انا كنت اشتغل بمستشفى وكنت ادرب مره بالاسبوع بس لأنا ضلي نشيطه وضلي عم برقص وعمل رياضه. وهلا صار عندي استوديو.
وتركت شغلي الاساس وعم بركز على الاستوديو. حلو، لان لسه الفتيات مقبلين على الرياضه، خصوصا انه الرياضه الان في السعوديه للسيدات اصبحت رسميه في المدارس وفي الجامعات، فهذا اصبح جزء من حياتنا كمان. طيب انت في الكلاسز كمان قلت انك عملت سبيننج كلاسز اللي هو البسكليت ده. هلا انا ام سيرتيفايد بس ما كثير فتت بالموضوع، يعني علمت كم صف بس ما فتت كثير بالموضوع. بس انت في كلاسات اللي بتديها بتدي ايش بالضبط؟ اللي هو الدانس ودانس كلاسز، وباتي كمان هاي انتنسيتي تريننج. هاي انتنسيتي يعني رياضه بس فيها كثير نشاط ولياقه ونقص. بالضبط، هذه تحتاج لاحد يعني يكون محترف يعني واصل لمرحله في اللياقه عاليه يعني. فهل بيجيكم سيدات انهم واصلين لهذه المرحله؟ يس طبعا، اكثريه استوديو عارفين شو صفوف سو بيجوا لهالموضوع. طب يعني في ناس تكون زي مثلا يس طبعا يعني كده ما له خلق وبس قاعد طبعا في نحن ابوابنا مفتوحين لكل حدا طبعا. طب ايش الاعمار اللي بيجوكي اكثر شيء؟ اكثر شيء بقول بين 18 ليمكن 35 سنه. بس في عنا اكيد لل 50 وفي عنا اقل بشوي، بس معظمهم بالميد 20s. هذا الجبل فين؟ طبعا انت بتسوي انت تسلقتي جبال او انك تحبي الهايكنج وتسلق الجبال كمان، فهذه الصوره فين قلتي؟ هاي بكليمنجارو. كليمنجارو اعلى قمه بافريقيا، وهي واحده من اعلى قمم بالعالم. وان شاء الله ان شاء الله ناوي اكمل السبعه خلال السنتين. رحتي بس كليمنجارو لسه؟ لا، عملت البرس كمان بروسيا. حلو، وهلا هسه في عملت مون بلون وجراند باراديسو وجبلين بيوغاندا كمان. شوفي والله انا نفسي يلا، يعني انا نفسي في السودا اعلى قمه في السعوديه في السودا ممكن تروح يعني. وترى انا احب الاشياء اللي كده يعني فيها مخاطره. لا مغامره يعني مغامره يعني وليست مخاطره يعني. ليش مغامره يا ستي؟ انا اسفه، لكن ما بتريحوا؟ اكيد بتريحوا. اصلا هاي نوع رياحه يعني رياحه من حياتك اليومية، بتطلع على الجبل بتنسي تليفونك بتنسي الدنيا كلها. السفر السفر اللوكجري انه بتروحي بتقعدي باوتيل، هيدا منه يعني لإلي ما بتنسي كل شيء، هاي منه رياحة، لسه بتفكري بكل شيء. بس انت على جبل او انت بالماراثون ما بتفكري بأي شيء إلا بحالك. البوينت اللي انت تبغى توصليها. اكزاكتلي. طيب كمان نيلي يعني وهي بتتكلم كذا كمان يا جماعة تديكم إحساس إنه في شغف أول حاجة طبعاً. بس كمان انت بتحسي انه لما توصل لهذه القمه او لما توصل لنهايه الماراثون اللي انت ماشيته، من جد ابغى اعرف ايش بتحسي انه ايش الانجاز اللي انت سويتيه؟ يعني في راحه لهذه الدرجه لما توصلي؟ يعني شوفي عيونها بتلمع. هلا اونستلي ما بعرف كيف يعني، كل تجربه الشعور غير وما بعرف كيف افسر الشعور عن جد. I can't explain it. طيب بس الشعور اللي احنا شايفين هنا صور، انت مش بس بتجري وبتتسلق جبال، كمان بتعمل سكيينج. لا هيدا تسلق جبال، هذا تسلق جبال. وفي شيء كمان شفنا غوص، هذا ايش ده اللي على شعرك؟ كاميرون. لزات؟ لا 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 لا. مره شكرا، مره معلش. كاميرون مره. لا وفكر شعري الشجر، وانت سكتاله عالي لدرجه انك استنيت انت زي بنتي بعد الناس تصورك. ما بيعمل شيء، يمكن احنا في السعوديه معقدين يعني من الليزر وهذه الحاجه. ما بيعمل شيء عن جد. حشره يا امي. بتغوصي كمان؟ بغوص. هيدا يعني انا بلشت المغامره من الغطس. ايوه انت كنت غطاسه بالبدايه. ياس ولهلا غطاسه يعني. هلا بعد اسبوعين رح نغطس بجده ان شاء الله. ايش اكثر نوع كذا من انواع الثلاثه رياضات هذه اللي ما شاء الله انت يعني رياضيه رياضيه يعني الصدق؟ عم لك حياتي رياضه. طب حياتي. ايش اكثر حاجه كذا محببه الى قلبك يعني تسويها داعي؟ هلا كل فتره وفتره بيكون في شيء جديد بحبه. هلا هالفتره ركض وتسلق الجبال اكثر شيء. تسلق الجبال هالفتره. هذه الميداليه ايش اللي فزتي فيها؟ هاي بيروت ماراثون. وفزتي بايش يعني؟ فزتي في مركز وصلتي له؟ لا يعني؟ بيعطوكي ميدل لتخلصي لتقطعي الخط. انك تخلصي طبعا 40 كيلو اكيد يعني واحد يستاهل يستاهل ميداليه يعني. انا اذا جريت 2 كيلو ترى بكافئ نفسي بكيكه في الاخير. فاشوف انها انجاز يعني. طيب نيلي انت شاركتي قلتي في الماراثون في برلين، في سعوديين شفتيهم شاركوا هناك كمان؟ ايه اكيد، نحن رحنا جروب من السعوديه اصلا. ايوه يعني ناس كانوا عايشين بالسعوديه وتركوا، وكان مثل ريونيون صغير. ايوه وكلنا تعرفنا من الجري يعني كنا نجي مع بعض هون. وكان في شيء ثلاثه معنا سعوديين
وانا ماما سعوديه يعني وانا تربيت هون بحس حالي سعوديه بس اكيد طبعا اذا انت مامتك سعوديه اكيد سعوديه انت سعوديه وايه يعني نحن رحنا بيسكلي كريونيون انه من السعوديه بس انه شفت السيدات اللي شاركوا في الماراثون في بنات يعني كانوا ولا لا بالماراثون بشكل عام لا السيدات سعوديات ايه كانت في اجتماعي منى هنا دانسينج كلاس يس هاي بي موف هذا موف حقك الاستوديو اسمه موف وبتعملي دانسينج كلاسز وكذا بتصوريهم بالضبط بنصور بعض الفيديوز يعني لنا الفيديوز بس انه وي دو دانسينج وي دو فيتنس كلاسز وبودي ويت تريننج ما بنعوز اي مكانات حلو حلو طيب طب بتجروا فين هنا يعني اكيد في الشارع مش في الشارع بالشارع كمان في فين بتجروا يعني في اماكن محدده حدائق بتطلعوا فيها ايام محدده ليكم مثلا سكيدجول او برنامج خاص انه ماشيين عليه انه مثلا احنا كل يوم جمعه بنجري في المحل الفلاني اذا حابين تشاركوا تعالوا هلا فور اكزامبل اليوم كان عندنا مسابقه 10 كيلو أوكي. بالصبح هاي بكون سكيدجول عاده بس انه اذا بدي اتدرب لا انا بقول امتى ما بكون عندي وقت بالصبح او بالليل بعد صفوف بروح بجري مينيمم 4 مرات بالاسبوع وعادة بالكومباوندات أو بالحي الدبلوماسي أو كمان بنروح أماكن بعيدة بس لأن عند الجامعة كمان أتوقع في ممشى عند جامعة الأمير سلطان صح صحيح صح بالضبط صح يعني بس دائما بتختاروا الأماكن اللي بتناسب الرياضة اللي تقدروا تستخدموها اكزاكتلي وما يكون في سيارات ولا يكون في بولوشن يعني أحسن كل ما أبعد كل ما أحسن لأن الجو بيكون أنظف طب نللي واجهتي صعوبات يعني مثلا لما تجوا بتجروا از جروب بيجي احد ينتقدكم بيجي احد يستهبل عليكم في امرار بس بتلاقيها بكل بلد يعني بدك تنشي وما تفرق معك لا طب لما تكوني متضايقه ايش الرياضه اللي كانت تسوي على طول تسويها تخلي كل شيء وتفشي خلقك فيها الرأس. طيب باني اللي ما شاء الله يعني بما انك سويتي رياضات متعدده وزي كذا ايش اغرب تجربه قمتي بها يعني اغرب خلينا نقول اغرب واصعب شيء سويتيه يعني. اغرب من اي ناحيه يعني من ناحيه انه كمغامره كحاجه غريبه جديده مثلا وانتم بتتسلقوا جبل طلع لكم حيوان ما غير الحشره دي غير الحشره هذه هلا هدول اكشن هي نزل شوفي نيلي صدق يعني انا ترى عندي يمكن فوبيا من دي الاشياء الحشرات والله تخيل احنا كلنا الاشياء اللي تمشي كذا انت يو هاف تو جو تو ذا ماونتنز انت لازم تروحي إذا شفنا والله الليزرد هذه لا أنسي والله لا أجري على البيت. خلاص أنا ممكن أروح مع نيلي في مرة ونصور لسيدتي. أهلاً سهلاً. أنت ما بدك. إيش أغرب موقف حصل لكم وأنتوا في أحد الطلعات؟ أغرب يعني. وأصعب شيء يعني اثنيناتهم بيختلفوا. أغرب قول بيوغاندا لما رحنا على الجبل. أيوه. لأن ما كان في معلومات على الإنترنت عن الجبل. وحاطين إنه لأن هو منه هالقد عالي مثل كليمنجارو ثالث اعلى جبل بافريقيا قالوا ما هالقد صعب واتس فيري بيسك وايزي سو انا رحت مع جروب من السعوديه اكشلي وانا كنت ام ليدنج ذا جروب طلع الجبل كثير صعب وفيري بيسك وما في اي شيء بالجبل يعني فيري فيري بيسك سو كان غريب لان كثير من الجبال اللي بيطلع عليهم في كثير ناس طلعوا عليهم سو بيكون في هاتس بيكون في تنس هون بيسك ما في شيء ما في شيء كلها طبيعه مثل ما شفتي في كمايونز في كثير حيوانات سو هالاكسبيرينس كانت بتجنن بهالناحيه ولبسونا بوتس وكنا مرات ما نلبس بوتس يعني كانت التجربه كثير غريبه اصعب تجربه هي يمكن اخر تجربه مون بلان ايوه مع انه مش اعلى جبل ومش مفروض يكون اصعب واحد في سويسرا هو ولا فين؟ بفرنسا ايوه بس حظنا كان سيء الطقس كان كثير 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 عدمان برد وثلج بالضبط ونحن كنا ناويين نعمل الجبل نطلعه ونرجع ننزل بنهار واحد يعني كان في مسافه كبيره كنا عم نعملها والطقس كان ات واز اوكي اول شيء بس بجبال بيضلوا بيتغير الطقس سو تغير علينا الطقس كانت ماينس 20 الويند كانت 50 كيلومتر بير اور كنت رح اوقع من الجبل يا ساتر اكيد يعني وقتها قال الجايد انه نحن ما قادرين نشوف شيء ما في شيء قدامنا يعني اذا انت وقعتي نالي نحن كلنا مربطين مع بعض طبعاً. اذا اي حدا وقع كلنا بنموت ات واز ريلي دينجرس واكشلي ما قدرنا نوصل للقمه يعني كان عندنا بعد 200 متر وصلنا لل 4600 كان عندنا ل 4800 ايوه وقررت انكم تنزلوا يعني خلص انتقل يعني اضطرينا ننزل بس هاي اكثر جبل تعلمت فيه وانبسطت من كل يعني بكل لحظه انا هنيكي على الجنان اللي انت فيه هنيكي بصراحه عبالك لا لا انا مش صدقيني هاخذ رقمك وهنطلع سوا جبال ونسوي بلاوي مشاهدينا فاصل وهنرجع مع نيلي
وما زلنا مشاهدينا مكملين حوارنا مع الرياضية نيلي عطار. نيلي، أنت الرياضية اللي خلينا نقول متنوعة ما شاء الله، تحبي أنواع رياضة مختلفة. أبغى أسألك، لما بتتسلق الجبال في هذه الرياضة يعني فيها كثير خطورة، أنت فين تحسي بالمتعة؟ هل في التسلق يعني ذاته ولا لما بتوصلي للقمة؟ أو أنك سويتي شيء خطر. في ناس ترى عندها الادرينالين تبغى تشبعه، فيمكن تكوني هلا المتعه بالخطر صح. طبعا يعني اذا انا بعرف انه بقدر اكمل هالشيء ما حيكون في متعه. ايوه، وين المتعه؟ يعني بتتحدي نفسك بالضبط. ولا يعني ما بوصل بحس انه ارتحت لانه وصلت والحمد لله بالسلامه، وان شاء الله نرجع نوصل بالسلامه. الطلعه هي يعني احلى شيء. اليوم يعني كل يوم بيكون فيها متعه، والاخر نقطه هي بس يعني اخر نقطه. ايه خلاص وصلت القمه يعني. طب كمدربه نيلي، في ناس كثير مثلا بتجي عندك، اكيد في ناس منها رياضيه ما كانت رياضيه ابدا، نظامها الغذائي نظام حياتها غير هيلثي غير صحي نهائيا، في ناس بتدخن بتشيش، هذه الاشياء المدمره طبعا. ليش تضحكي؟ كملي. ابغى اعرف منك هذول الناس كيف بتقدر تساعديهم؟ كيف بقدر اساعدهم؟ انا بساعدهم يساعدوا حالهم. يعني مثلا دحين لو في احد من مشاهدينا، والله انا نفسي يعني مثلا كمان في، يعني انا احب حياتها الدينجرس لايف، بس اقول لك لا هيكسر. انت كسلانة عبير، انت قاعدة تحجج الناس. انا بقول لك حبه حبه، اي تيك ذيم ستيب باي ستيب، حبه حبه. طب والله جيف مي 1 مانث وي يو غانا سي. طيب على طاري الاستوديو حقك والكلاسات، كلمينا عن كيف جاء يعني لما فتحتي الاستوديو حقك، يعني مين دعمك، كيف فتحتي، كيف جات الفكره؟ اوكي سو كيف اجت الفكره؟ ما كان عندي الفكره اصلا ان افتح استوديو. ايوه، انا كنت اشتغل كموجهه بمؤسسه اجتماعيه، وقبلها كنت اشتغل بمستشفى. وبهذول السنين كنت درب برياضه، كنت روح واجي وروح واجي. هلا بتعرفي من العجقه صرت اقضي، يعني كنت عم بقضي ساعات بالسياره انه بين الشغل وروح ادرب بالجيمز. سو كان عندنا مكان بمكاتب، كان في محل سبيس استاجرته، وقلت انه رح اعطي صفوفي من هنيك. حلو. وبيسكلي موفرز بوين، وصار في كثير ضغط وصار في كثير ناس تجي، واكيد تعرفت على ترينرز فظاعين. سو بيسكلي توجذر ككوميونتي كبرنا لموف، وهلا لنا 6 اشهر والحمد لله صار في 6 مدربات وعندنا كلاسز تقريبا كل يوم. وات ستارتد فروم ذير، وهلا صرنا طابقين، يعني كنا غرفه صغيره صرنا طابقين هلا. طيب كمان ابغى اعرف منك، موف رياض تحبي تحكي عنه؟ شيء بسيط تفضل. اوكي احكي عنها كبدايه، كيف فكرتي، كيف جاتك الفكره؟ ما هو هيدا موف رياض بيسكلي، يعني اجت الفكره انه انا ما بقى بدي اقضي وقت بالشوارع عم بروح بين الجيمز وجيمز وجيمز. عندي هالسبيس I'll use it وبعطي صفوفي هونيك. وصار في كثير ضغط انه صاروا في كثير ناس يجوا على الاستوديو. So then I started giving more classes، كانت 1 or 2 classes a week، بعدين صرنا تقريبا 10 صفوف بالاسبوع. حلو، 10 كلاسات في الاسبوع اسبوع. بعدين بلشوا يجوا other trainers، وهلا اكشلي تركت شغلي الاساسي وهذا صار شغلي الاساسي، وبدي كبر الكوميونتي. وماي جول از تو جيت از ماني بيبل موفينج بالسعوديه بالعالم كله. هذا هدفك الحين صار الاساسي، انه انت تخلي اكثر من شخص انه يتحرك يبدا يمشي ويسوي الدنيا كلها ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب نيلي خليني اسالك، يعني ما شاء الله انت اسلوب حياتك مميز، رياضه وصحيه ما شاء الله، يعني في ما تدخني طبعا وتلعب رياضه، واكلك باين انه اكلك صحي، يعني مين من حواليك تاثر باسلوب حياتك؟ يعني مين اللي شجعني يكون؟ لا مين حواليك تاثر يعني في البيت تأثر. عندك أوكي. تاثروا باسلوب حياتك صاروا زيك؟ هلا حوالي يعني معظم رفقاتي بقول تغيرت حياتهم انه صاروا يجوا على الاستوديو، صاروا يعملوا رياضه، في كثير منهم قطعوا الدخان. ماما قطعت الدخان، ماما كانت تدخن من كان عمرها يمكن 13 سنه. ايوه قطعت الدخان وصارت تعمل رياضه تقريبا كل يوم. عظيم. بابا عمره تقريبا 70 وبيعمل رياضه كل يوم، بيركض هلا صار بالماراثونز. برافو. الحمد لله. حلو. يعني الناس اللي حواليه في كثير منهم بلشوا صاروا يركضوا، ومش من وراي بس شافوا انه كيف غيرت حياتي. صح. فصار هن بدهم انه يشوفوا انه شو هالشيء اللي عم بغير لحياتها. ان شاء الله ان شاء الله عبير بتكون هيك.
انتوا ايش بكم علي؟ لانه انت يعني انت اللي كسلانه، انت اللي دائما تشتكي. مين جاي لك برا انه انا يعني كسلانه لهذه الدرجه؟ مش كسلانه بس انا حاسه فيكي، انا بدك تجربي. انا احب الدينجرس لايف يعني، وكنت ابغى اسالك كمان على شغله من ضمن الاشياء اللي انتوا بتسووها، بتطلعوا جبال، بتنطوا حبال كمان، جربتي هذه الاشياء تسويها؟ سكاي دايفنج قصدك؟ لا يعني تكونوا على قمه عاليه وتنطوا بحبل. انا شفت انا هذه نفسي اسويها بصراحه. لا بانجي جامبينج اي هافنت ترايد. بس هلا نحن مرات كثير بننزل بالحبل، ابسيلينج ريبلينج، انه مرات ما بنطلع بيكون فيري فيري ستيب، بيكون كثير كيف بتقولوا صعب عليكم انه انتم تطلعوا، بتطلع بشكل معين. النزله اخطر عاده، النزله اخطر انه بتكوني تعبانه. أيوه. والنزله ما بتشوفي شو تحتك مرات. واكيد يعني الاستمتاع، ناس كثير بيستمتعوا بانه يوصلوا لفوق. انا حسب النزله اسهل. لا بس النزلة أخطر ونزلة أصعب. سو مرات إنهم بيعلقونا بروبس وننزل أبسيلينج أو ريبالينج. أوكي. طيب وأنتوا بتطلعوا أو أنتوا بتنزلوا كذا صار معكم مواقف مضحكة؟ طبعا أنا أحب الأشياء اللي فيها فني، أكيد أنا لو صرت معاكي هنضحك للصبح. أكيد طبعا أكيد. إيش أكثر الأشياء مثلا الفاني اللي صارت معاكم المضحكة، سواء كنتوا بتطلعوا أو حتى في ماراثونات وأنتوا بتجروا؟ هلا انا بقول لك، انا كثير بحب الاكل، فور اكزامبل كثير بحب الاكل، سو كثير الاكل الصحي عبير، الاكل الصحي اكيد مش الاكل الجانك فود. اكله شيبس هلا افري ناو اند ذن، افري ناو اند ذن اتس اوكي. بس يا مع على الجبل بكون كثير جوعانه وباكل اكل العالم. بكون كثير جوعانه ما بقدر اتحمس، وباكل اكلي وباكل اكل العالم اللي حدي. سو هاي بتعصبهم وقتها، بعدين بنرجع بنضحك بنقول لهم عن جد ذس از سو فاني. طب لما تروحي مثلا اغلب الاكل بتاخذوه معكم وانتم طالعين؟ يس نحن بناخذ اور سناكس واكيد اشياء تعطيكم طاقه وكذا. طبعا اكيد طبعا. نيلي علقي لنا على الصوره هذه اللي انا سالتك، وقلت لك ما طلع لكم شيء حيوان غريب وانتم بتتسلقوا، هذه فين دي؟ هاي مش بجبل، هاي باندونيسيا. اها. سو انا اكشلي رحت على اكسبيديشن قعدت معهم 5 ايام. مكتشفين؟ وبتعرفي هالمنطقه اكشلي اتس ريلي انفورشنت ان الاورانجيتانز اكثريتهم عايشين بهالمنطقه، بس صاروا عم بيقطعوا كل الشجر ولياخذوا الزيوت البوم اويل. سو اذا يعني انا بنصحكم ما تاكلوا شيء بقلبه بوم اويل، عشان سبورت اللي هو الحيوانات اللي ساكنين. وانا شفتها قدامي، انا كنت قاعده هوني، كنا قاعدين 5 ايام بالجنجل. أيوة. كل يوم كنا نسمع drilling of trees. واكثريتهم عم بيموتوا من ورا هالشيء، اكيد ما بقى في اكل لهم، ما بقى في مكان يناموا، ما في سكيورتي. بدك تهتمي بالحيوانات يعني بحكم انك يعني ملتصقه بالطبيعه كثير وبتشوفي حيوانات وزي كذا. ما نحن طبيعه. طيب لو خيروكي نيلي بين، بما انه جينا سيره الطبيعه لو سمحتي، بين جبل اوكي وبين ساحل، ايش هتختاري؟ تجري على الساحل ولا تطلعي الجبل؟ جبل. تطلع الجبل. تحب الجبل. فيني اركض على الجبل كمان. شايف كيف يعني؟ طب اذا ما يسمح لك انك تركضي عليه لما توصل. فيه اكيد لما توصل فوق. طيب فيني ارقص على الجبل وفيني اعمل كل شيء على الجبل. بما انك خلاص انت بنت الجبل يعني، نيلي تحب الجبل، والتسلق الجبال. نيلي كلمينا عن خطتك الان. خطتي هلا for the next year ناوية أعمل الـ 7 highest peaks. أنت خلصتي 2، اتسلقتي أعلى قمتين من 7 قمم في العالم بال 7 continents. يعني إحنا 7 continents. The 7 highest peaks in the 7 continents. عملت 2 في 7 قارات يعني. وناوية أكمل 5 إن شاء الله إذا الله راد خلال 1.5 أو 2 سنين. أتوقع يعني إنك راح تعمليها يعني، لأنه أنت ما شاء الله عندك شغف وحب للتسلق، وخصوصا في من يدعمك، وعندكم الجروبات اللي بتساعدوا بعض وتطلع أكيد يعني. وإحنا كمان حندعمك أكيد يعني اللي شكرا في تسلقك. طيب رسالة تحبي توجهيها، بما أننا إحنا الآن في شهر التوعية بسرطان الثدي، وإحنا عارفين والسيدات بدأوا طبعا يعرفوا وصار عندهم وعي إنه السمنة هي تسبب سرطانات وتسبب، وقلة الرياضة ممكن يسبب سرطانات، بإيش تنصحي السيدات خصوصا اللي يكرهوا الرياضة؟ أنا بتكلم بصفة عامة يا ناس، اللي لا تمارس، السيدة التي لا تمارس الرياضة. ما تفكروا فيها كرياضة، فكروا فيها كحركة. وهلا نحن بالذات بالسعودية ما كثير بنتحرك، لأن الانفراستراكشر يعني ما في، الطقس اصلا ما بيساعد، والانفراستراكشر يعني كثير متعودين نركب بالسيارات ونروح من مكان لمكان. سو بالذات بالسعوديه بنصح كل النسوان يتحركوا قد ما فيهم، whether it's cleaning او تعزلوا يعني اي شيء، او يعني تنظفوا، تطلعوا على الدرج،
قد ما فيكم تحركوا بالنهار، لان هذا بيساعدكم، هذا بيساعد يعني حياتكم. It's the most important thing. صحيح. كان في سيدات من اللي شاركوا معك في الماراثون اصيبوا باحدى سرطانات، خلينا نقول سرطان الثدي او شيء زي كذا؟ يس. يعني قصدك they had cancer؟ ايوه. لا لا. او كان بسبب يعني مثلا انتم سويتوا هذا الماراثون عشان تساعدوا للتوعيه في مرض السرطان. هلا نحن ناويين نعمل ماراثون very soon، ما اعلنا عنه. انا و a group من سعودية actually to support to support some cancer patients. هنا في الرياض؟ ما حنعمل ماراثون هون بالسعودية، رايحين على مكان كثير برد. مرة برد يعني؟ ما تبغى تقولي يعني، ما تبغى تعلني؟ لا لا، لنتأكد من المشروع بعدين بنعلن. طب اعطيني كذا شوية تفاصيل، يعني مثلا أنتم كم شخص ناوي يروح؟ خمسة. خمسة أشخاص؟ أغلبكم بنات ولا شباب؟ شباب. أغلبكم شباب؟ ولما تروحوا هذا المكان اللي مرة بارد، هيكون عندكم جميع الاستعدادات والإمكانيات ولا تحسوا؟ ولا لسه ما خططوا لسه؟ هلا عم نخطط اكشلي، وان شاء الله يعني هلا بنتدرب كثير بالثلج. انه بس اعطيكم هنت، ابرد مكان بالعالم. ابرد ما انت رايحه انتاركتيكا؟ ما بنعرف. تشيلي؟ بنشوف ميبي. لا ما تبغى تقولي. احدى القطبين. بس اذا بدكم فيكم تجوا معنا. انا اتمنى اني اجي معكم، بس انا انسانه اكره البرد. شوفي يعني انا مستحيل اتحرك برد مره يا شوفي انا ما بحب البرد كمان. بس انت عم تتحركي بالبرد ما بتحسي بالبرد. ما هو لو انت تتحدي نفسك، انت تحبي التحدي يعني، اللي يعني انت تحبي تتحدي نفسك دائما، تكسري يعني، توصل لشيء تقومي تقولي لا انا، طب خليني اجرب الاصعب، خليني اجرب الاغرب. وهذا شيء عظيم، خصوصا انه انت قدوه لكثير من البنات الان في السعوديه، انهم زي ما قلنا انه ما بيتحركوا، بيتحججوا انه فين اروح؟ ما في اماكن، ما عندي وقت اني اشترك في النادي. وسوري فيني اقول شيء؟ فيكم تتحركوا، فيكم تعملوا رياضه، او فيكم تتحركوا اي مكان. يعني ما في حجه، عندكم a body، you can use your body. If you have a body, you're an athlete. حلو. You could do anything you want with your body. وكل ما you move, trust me, كل ما you feel happier، كل ما you feel stronger. اكيد. طيب نيلي، خليني اسالك، طبعا الان في السعوديه صدر قرار قبل ما تبدا المدارس بانه تدخل الرياضه لمدارس البنات في المملكه وتصبح جزء اساسي من المنظومه التعليميه والحصص وعليها درجات، فاصبحت اساسيه يعني في المدارس. كيف تشوفي هذا القرار اليوم؟ بجنن. يعني انا انبسطت فيه شكلي. اكيد اكيد. يعني كنت بتمنى انه بلشوه من زمان، بس يو نو وات، اتس نيفر تو ليت، اتس ان اميزنج ستيب، وان شاء الله يا رب يغير السوسايتي تو بيكم مور اكتف، و اتس يعني رح يغير الكواليتي اوف لايف لكثير كثير عالم. وبالعكس يعني هلا رح نشوف كثير اولمبيات ب يعني من السعوديه ان شاء الله يا رب. يعني احنا شفنا طبعا قبل كذا، واكيد الان بما اصبح بشكل احترافي اكثر، وصارت المملكه طبعا تدعم البنت السعوديه خصوصا في مجال الرياضه وكذا، اكيد رح نشوف قريبا في الاولمبيات الجايه مشاركه السعوديات. وانت كمان يعني ليه ما بتشاركي في الاولمبيات؟ هلا انا مش هالمرحله او مستوى، بس كمان هيدا مش ماي جول. ماي جول انه انا اتحدى حالي وتو جو ذا فلو يعني. طب نيلي، فين تشوفي نفسك بعد 10 سنين في الرياضه؟ بعد 10 سنين اكيد انت بتخططي لكل شيء، بتخططي لكل حاجه. لا قريب، مش لبعيد. بس اكيد الرياضه خلاص اصبحت جزء من حياتك، يعني هي حياتك أكيد. الرياضه، وحتى انك اشتغل يعني اخذتي هذا المجال انه كسب رزقك فيه. صح. يعني صح. فاكيد تبغى يعني اكيد يعني مثلا بعد 10 سنين انت تشوفي نفسك في مكان معين في الرياضه، وصلتي لمرحله معينه؟ يعني انا بعد 10 سنين بقول ان شاء الله اقدر كمل اللي عم بعمله هلا واكثر، انه هلا كل سنه بضلي عم بجرب انه اتحدي حالي اكثر واكثر واكثر. وان شاء الله كمان الاستوديو عندي ما بس يكون برياض، يكون بجده، يكون بخبر. أيوة. يكون برات السعوديه كمان. انك تتوسعي يعني. الهدف هو نحرك المجتمع، هو اصلا حركه موف. انه to move the population. So انا this is where I see myself in 10 years. طب نيلي كمان مغامره رياضيه وخطيره. يا خطير انت. بحب الاشياء الخطيره. ايوه. في شيء مثلا تبي تجربيه لسه ما سويتيه؟ يس. زي ايرون مان. ايرون مان؟ ايه. ايرون مان هو basically running. ايوه. ماراثون
في سويمينج وفي سايكلينج، هو الترياثلون بس يعني مسافات خيالية. يعني بيكون في ثلاث أشياء مع بعض. بالضبط. الجري والبايك والسباحة. السباحة بتبلش فيها بعدين البسكلات بعدين الجري. تخلص السباحة تطلع تجري. Exactly. So أنا هلأ يعني فتت بالترياثلونز وعملت اثنين بس مسافات أقصر بكثير من الأيرون مان. So إن شاء الله this is my goal. إن شاء الله تحققيه طبعاً. مع نفسك في دي. مستحيل. نيلي أبغى أسألك يعني طبعاً. مستحيل. ما في شيء مستحيل اكيد طبعا. انا ما ياخذ ما بسوي الايرون مان تسويه خلاص. طيب خلينا نحط عليك التحدي يا عبير. أيوة. وخليها اللي تتبناكي ونشوفك كمان بعد 3 شهور كيف تصيري. يعني اكيد مو بعد 3 شهور. انا قلت لك 1 مانث شهر واحد. اكيد لا هو هطلع اسوي شيء تجربه كذا خلينا اصور احكيكم وراح نشوف. طيب بعد شهر. طيب نيلي بما انه يعني بنتكلم عن الرياضه والمغامرات حقتك طبعا هذه تحتاج قوه بدنيه يعني وتحتاج اكل. خلينا نتكلم عن الاكل، نوعيه الاكل اللي بتاكليه او بتنصحي فيه او الاكل صح نظامك يعني. الغذاء شوي. هلا انا ما بحرم حالي عن اي شيء. لا تسمعك عبير ترى صدق يعني هلا شوف شوفوا انا يعني بفكر فيها من هالطريقه. بجرب قد ما في اكل اشياء بتغذيني بتعطيني قوه بتعطيني نشاط وبجرب قد ما في اقسم الميلز تبعولي يعني باكل شيء 5 أو 6 ميلز بالنهار. ايوه ما بمنع حالي اذا جوعانه رح اكل لانه هيدا جسمي عم بيقول لي بدي غذاء. بس احنا نتكلم عن نوعيه الاكل يعني طبيعي انه جيعانه حتاكلي بس حتاكلي يعني تاكلي بيتزا؟ باكل بيتزا كل فتره وفتره كل فترة وفتره انا كل فتره وفتره كل يعني مو كل يومين مثل ما قلت لكم ما بحرم حالي يعني بعد الماراثون اكيد بدي اكل بيتزا او برجر. شكرا. بعد الماراثون بعد الماراثون بعد 42 ايوه انا بكون هنا هذا ماراثون وش 2 كيلو جري بس بشكل عام باكل كثير 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 فواكه وفيجيتابلز كثير يعني باكل 3 أو 4 سلطات بالنهار. وكمان في موضوع ثاني يعني اللي انه احنا في السعوديه كمان عندنا مشكله انه نشوف كثير من اعمار صغيره بيعانوا من الفشل الكلوي وهذا طبعا لقله الوعي بشرب المويه واستبدالها بالمشروبات الغازيه. طبعا احنا نشكر الدوله انه الان اصبح في الضرائب على المشروبات الغازيه وهذا شيء عظيم وكمان اتمنعت من المدارس وكذا. كيف نوعي ندخل ثقافة شرب الموية ونقنع الناس إنه يا جماعة الموية أساسية سواء في الصحة أو في التعب أو في طرد الأمراض وزي كذا. يعني أنت كم لتر موية تشربي في اليوم يعني اللي هلا أنا كل ما بش يعني كل ما أكشلي ما بوصل أكون عطشانة في مي بكل قرنة صح في مي معي بالشنطة في مي معي بالسيارة سو دائما بحمل مي لما انسي اشرب مي سو جربوا تضلكم انه خلوا مي حطكم بالضبط وكل ما شربتوا مي كل ما بتجعوا اقل وكل ما شربتوا مي كل ما بشرتكم تتحسن كل حياتكم تتغير ما المي مثل مثل البنزين للسيارة المي كثير 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 مهمة و يعني ولا مستحيل نستبدلها بعصيرات او شاي بالزبط. او قهوه اذا شربتوا يعني. قهوه او شاي هاي بالعكس يعني هاي ديوريتك بتخليكم تدر بالضبط صحيح وتطلع طيب انا عندي استفسار من اللي جربتي مره انك تاخذي احد مثلا خلينا نقول من مشاهير سوشيال ميديا او شيء زي كذا احد انضم معاكم وصور تجربته هذه او مثلا خلينا نقول انه انتم كنتوا كتيم ساعدتوا وانتم طبعا الليدرز حقونه من السوشيال ميديا خلينا نقول مثلا احد مشهور مش شرط سوشيال ميديا يعني ايش من كان لا وي هافنت بس تبغون إيه؟ اتبنوا عبير وخلينا نشوف عليها من جد مثال حي انه كيف تتغير حياتها كلنا طيب تمنونا احنا الاثنين يا جماعه ترى انا حياتي يعني مو مره سيئه دي الدرجه والله بس شوفي نحن يعني كثير كثير امرار بنروح نتسلق على يعني بنتسلق جبل بيجوا معنا عالم ما بيكونوا عاملينها من قبل ما رحنا على اليوغندا اكثريتهم اللي اجوا معي ما كانوا عاملين جبل من قبل طيب كيف ممكن تتبنوا شخص زي كذا كذا نهاية فقرتنا ادينا خطواتك كيف تقدر تبني شخص مثلا هو شخص فعليا مثلا خلينا نقول ضعيف غير رياضي غير صحي زيي وتبداوا معاه ستيب باي ستيب بتبلش ببلان بتحطي بلان بتحطي هدف تمام وبعدين بنشوف الوقت وبنعمل جوز ستيب باي ستيب حبه حبه يلا يعني كانت معنا نيلي عطار رياضيه استمتعنا نيلي معاك استمتعت معاكي انا استمتعت معاكم ثانك يو سو ماتش فاصل Thank you.